السلام عليكم مشاهدي موطن نيوز. احنا دابا في اطار الخروقات المتتاليه ديال شركه فيردورا، احنا كنتواجدوا على مستوى الشلال. هذا هو الشلال، يعني كاين البلديه القديمه الجديده اللي باقا ما تكملاتش، وكاين البلديه القديمه. هنا في الجرده، الجرده ديال حديقه الحسن الثاني اللي كتعتبر هي الديبو ديال هاد الشركات. انتما كتشوفوا الحاله كي دايره، شوفوا هاد الخدمه كي دايره، شوفوا الحاله. حنا غادي ندوزو، شوفوا هاد الاعشاب الطفيليه، هذه كل اعشاب داخله في اطار تشديد الاعشاب الضاره والطفيليه اللي داخله دفتر التحملات. شوفوا هاد الشجره فين خرجات، شو الحاله كي دايره كما كتشوفوا. يعني ما كاينش وما كاين لا وجود لهاد الشركه. انا ما عرفتش علاش هاد المجلس البلدي ساكت عليها. شوفوا الحاله كي دايره، شوف الحاله كي دايره. انا لحد الساعه ما فهمتش علاش هاد المجلس البلدي ساكت على هاد الحاله هادي. علاش ساكت على هاد الشركه؟ واش هاد الشركه خدامه لينا فابور؟ واش هاد الشركه متطوعه في مدينه بن سليمان باش تخدم وتقاد لينا الامور ديالنا؟ شوفوا هاد الحاله هادي، هذا راه المدخل، انتما غتشوفوا المدخل ديال بلديه بن سليمان. شوفوا هاد الحاله كي دايره. هذا نداء كنوجهو للسي المسؤول الاول على شركه فيردورا، باش ما يبقاش يقول بان احنا موطن نيوز قاصدينو كنتحاملوا عليه. اذا هادشي واش كاين دفتر التحملات ولا ما كاينش السيد المدير؟ اذا هادشي كاين دفتر التحملات، وهذا هو المدخل ديال البلديه. شوف الحاله كي دايره، هذا هو مدخل ديال البلديه. هات هذه هي البلديه والبشاوي للاسف الشديد. شو الحاله كي دايره، شو الحاله كي دايره، شو الحاله كي دايره. هات واش هذه شركه خدامه؟ هادشي ما نايضش حتى في الاماكن النائيه، الاماكن النائيه اللي عف الخلا ما نايضش فيها هادشي. شو الحاله كي دايره، شوف الربيع كي ولا. السيد رئيس الجماعة، كيفاش هاد الشركة كتاخذ الملايين وما كتخدمش، ومع ذلك حتى جهة ما ناضت تحركت ودوات وهضرت وقالت اللهم إن هذا منكر؟ واش هاد الشركة خدامة فابور؟ راه كتخلص، كتشد الفلوس، راه كتشد الملايين، راه عندها صفقة بالملايين، راه ماشي لعابات هاد. شوفوا الدنيا كيك حلات من، شوفوا الدنيا كيك حلات من. ما كاينش معالم ديال الربيع، ما كاينش وجود لشركه سميتها فيردورا في مدينه بن سليمان. لا مؤخرا من الطرائف اللي كاينه في بن سليمان هو ان بعض المساندين ديالها والطباله والغياطه كيقولوا لها شوفي ضربي غير الشارع، الشارع اللي حتى الشارع غنمشيو نصوروه لكم، حتى حاجه ما كاينه. اذا باش ما نطولوش عليكم، غادي نخليكم مع خروقات وتلاعبات ديال شركة فيردورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي موطن نيوز، كما كتشوفوا هانتوما الجرادي شنو سارح فيها، كاينش اللي مراقب هاد الدنيا هادي. شوفوا هاد الحالة هادي، وراكم في السوق بلا البقر كينسارح بهايم ضيع في المدينة. هاد الجردة شكون اللي حامي هاد الجردة هادي؟ كاع تكالسة. إذا فين هي الشركة هادي؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والإشتراك في القناة.